السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير جميعا. إحدى الأغنام العرضية هذه جابت مولودين، إن شاء الله ننطلق حنا وياكم ونشوفهم. يلا بسم الله نروح عند فحلان. طبعا هذا موقف، أنت تستمر في التوقيف. شوف لي استاذ فحلان. اهلا اهلا يا حبايبي، اهلا 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 يا حبايبي، كيف اصبحتم؟ يلا عريف الفصل ما شاء الله، تشوفون كيف اكبر منهم. تعال تعال ما شاء الله، الله يبارك فيك. اي الله الاستاذ فحلان، هذا عريف الفصل وهذا مساعد عريف الفصل، رغم انه هذا اكبر بس احنا بنميل مع فحلان. كيف الحال يا كحيلان؟ ها مبسوطين بالاصدقاء الجدد اللي جاوا عندكم؟ طلطلون عليهم. اهلا يا حقه، عامله ايه؟ ما شاء الله، ممكن نطلع المواليد؟ بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، اللهم إنا نسألكم من فضلك. الحمد لله رب العالمين، واحد هنا واحد هنا. أهلا أهلا يا أختي. طيب هذه رقمها كم؟ رقمها 22. لابد أن أسجل الآن أنه رقم 22 أعطتني مولودين وفي الساعة الفلانية واليوم الفلاني، عشان أشوف الحمل القادم تبعها متى راح يكون. الآن بطلعهم شوي برا ونشوفهم، ولا نفحصهم هم داخل. بسم الله ما شاء الله، هذا المولودين اليوم الصباح. احنا تقريبا الان يمكن الساعة اعتقد السادسة صباحا او كذا، نعم الساعة الان السابعة الا 10 دقائق. هذا المولودين الفجرية ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. اهلا اهلا حياك الله يا 20 21. ما شاء الله ما شاء الله جيدين. هذا يبغى يرضع بس. ما شاء الله شكله جميل، اعتقد اللي فيها لون احمر من اسفل يسمونها عطرة او اللون يعني هذا، لكن هذا ما فيه احمر. يلا يلا الف الف سلامة، ما تشوفين باس، ان شاء الله بكرة نجيب بالونات ونسوي احتفال. طبعا كانت تاكل من شعرها هي شخصيا، والشباب يقولون انه يعني هذا إما أن يكون سلوك سيء أو أنها تحتاج إلى إفومك، لكن الحمد لله أهم شيء أنها ولدت الآن، بعدين نشوف المشكلة ونعالجها. طبعا وضعنا لها شوية تمر مع برسيم وخليها تاكل وتعي من الله خير. هلا بالشباب، هلا بالحلوين، بقية الفيديو لكم أنتم. يلا خلوني أطلع، ممكن تخلوني أطلع يا فحلان؟ تعايش بإخوانك. يلا 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 يلا، المعزب يبغى يطلع. بسم الله، أنا خرجت قفلنا على هذه علشان لا يشغلونها، لو بيدخلون بيشربون الحليب. كيف الحال؟ ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك، مبارك. كيف حالكم اليوم؟ انا بقعد العب معهم صراحه. حي الله عريف الفصل. فحلان، تدري يا فحلان ان ما قصينا قرونك، واحنا انا منزعج من القرون، ما ابغى قرون صراحه.
ونطلع لك قرون يا ولد هوليود. طيب اللي عليهم العين تقريبا ثلاثة، هذا واحد نظارتي، يلا البس النظارة، اصبر اني البسك تصير ابو زاهر. انت ابو زاهر، اللي عليهم العين تقريبا ثلاثة، اللي هو هذا واحد، وايضا فحلان، والاستاذ كحيلان. هذولا لا بأس لا بأس، لكن ايضا ليس النمو اللي يعني مطلوب. رباكم تلاحظون نموهم، ترى ولادتهم متقاربة، لكن فرق الأم وفرق الأب، يعني هذولا أمهم صغيرة مش إن جرمها كبير، بينما يعني كحيلان وفحلان هذولا كلهم أمهاتهم أجرامهم كبيرة، لذلك المنتج كبير. أيضا شوفوا ولد هوليود أو بنت هوليود، هذه الصفرة هذه يعني ليست بحجم كبير، بدأ يفرق الحجم الآن مع الأيام، كل ما مضت أيام كل ما زاد الحجم أكثر. يلا العريف، هلا 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 هلا، حياك الله، ما شاء الله، يا الله تبارك فيه. لا تأكلوني يا حبايبي، ترى أبو زاهر كفيلكم، أنا الكفيل ولا المعذب. أي 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 أكلتني. خلاص خلاص أصبحت قوي، أكلت أبو زاهر، وأنت الثاني. خلاص ما شاء الله عليك، تعال انت، اي اسد. زينكم زينكم زينكم، لا نروح عند ابو قصه. شوف الشيخ، خلاص ما راح نسميه عساف، يزعلون علينا. تعال يا بايدن اطلع لي هنا، سميه بايدن. اخ ليش تخوفيني؟ نعم نعم نعم، ابشر اليوم وجبة اضافية بما انه ابو زاهر جاء، وسعف نخل ايضا نعطيكم، ما يمنع تستاهلون. خلاص هذا الفحل بنغير اسمه من عساف الى بايدن ولا الى ترامب، لا جرانديزر يصلح ترامب، هذا نوعا ما مسالم نخليه اوباما. كيف الاجواء عندكم يا عنزاتي؟ طبعا الجلوس معهم مهم ومراقبتهم مهمه، لانه تشوف مين اللي تاكل واللي ما تاكل بشكل جيد، واللي دائما تطرد. ما شاء الله الوضع جيد. طيب كم عندنا ما شاء الله مواليد؟ عندنا الان مواليد 11 مولود، الفقد خلال هذا العام يعني من بدأت الولادات وكذا، الفقد عندنا اثنين، واحد من المواليد فقدناه، وايضا واحد من واحده من البنات اللي في الشبكه رقم 6 اللي نختار منهم الامهات، واحده منهم فقدناها، ماتت امس صراحه ما ندري شو الاسباب، ورحت شفتها قبل شوي يعني ما فيها شيء صراحه يدعو انها تموت، يعني ثعابين او شيء عندنا هنا ما في، لكن ما ادري ربما مرض معين.
وروح اشيك على رقم 6 كامله. معليش اخر لقطه يا فحلان، تحب تقول شيء للمتابعين يا فحلان ولا انت يا كحيلان؟ كلمه للمتابعين قبل نختم. عندي واحد هنا قاعد ياكلني في ظهري. ليش تلعب معي انت؟ صير زي ابو قصه. يلا تبارك فيهم. طيب شكرا لكم جميعا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.